لسنا أمام دولة، نحن لسنا أمام منظومة عدالة. نحن منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول لهذه الأحداث، منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري، شاهدنا بما لا يقطع مجال للشك وقدمنا الأدلة أن منظومة العدالة في مصر غائبة غيابا كليا. الأزمة الحقيقية هي أن منظومة العدالة تقدم صفارا لمن ينتهك القانون، لمن يستبيح الدماء، لمن يدوس حقوق الإنسان بنعال الدبابات، لمن ينتهك كل قيمة من القيم التي حرست كل المواثيق والتساتير والقوانين والأعراف والنظم القانونية المتبدية على أن تحميها أو أن تكفلها أو أن توفرها لمواطنيها. ولذلك الأزمة الحقيقية وإن كان مخرب القط فيها الجانب العسكري الانقلابي، سواء في السلطة العسكرية بشكل مباشر أو في أدواتها كالداخلية أو منظومة البلطجية التي تديرها المنظومة العسكرية بمعرفة وزارة الداخلية، لكن الحلقة الأكثر ضعفا والأكثر تهاوناً هي منظومة العدالة. هي المنظومة اللي المفترض منها أن تنتصر للحقوق وأن تقيم منظومة القيم في المجتمع وأن تحفظها. هذه المنظومة التي قدمت الستارة والغطاء والحماية لكل من يرتكب الجريمة. وهذا ما حصلنا منه منذ اللحظة الأولى، إذ بدأ واضحاً وضوح الشمس منذ البدايات قبل 30 يونيو، منذ 24/6 و21/6 حينما تم اقتحام المؤتمرات السياسية لحزب الحرية والعدالة في دسوق وفي كفر الشيخ وفي البحيرة وفي الإسكندرية وفي الزقازيق وفي المنصورة وفي غيرها، وتم إطلاق الرصاص الحي على المؤتمرون السياسيون في مؤتمر سياسي لحزب سياسي. ثم بعد ذلك اقتحام المساجد، ثم بعد ذلك اقتحام مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي وارتكاب القتل الممنهج على نطاق واسع، ومن يرتكب الجريمة في مأمن تام من المحاسبة. فالمشكلة والمعضلة والحلقة الأضعف في كل ما نعانيه وكل ما هو أمامنا هي منظومة العدالة. لا يوجد منظومة عدالة في مصر، وبالتالي لا يمكن لحر ولا يمكن لإنسان ولا يمكن لصاحب حق أن يطمئن أن الحق سينزل في منزله، أو أن الحروب ستحمى، أو أن الدماء ستعصم، أو أن جريمة الإبادة الجماعية المنظمة الممنهجة التي ترتكب كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة وليست واقعة. من قتلوا أمس وهم تحت يد السلطة الانقلابية أو ما يسمى تجاوزا بسلطة العدالة، سواء كانت النيابة العامة أو غيرها، قتلوا جميعا. قتلوا وقدمت مبررات متناقضة تشهد بحد ذاتها على الجريمة الكبيرة التي ارتكبت. هؤلاء لم يكونوا مسلحين على الإطلاق، هؤلاء لم يكونوا مرتكبين جريمة على الإطلاق، هؤلاء كانوا محتجزون، كانوا محبوسون بقرار ما يسمى بالنيابة العامة 15 يوما، وهم معتقلون بغير سند من القانون ولا سند من المشروعية منذ 7 أيام سابقة على واقعة قتلهم. محتاجين يدفنوا ذويهم، بدأوا يحطوا على جسمهم تلج، بدأ التلج يدوب، التلج مع آثار الدماء بقى مسجد الإيمان عبارة عن المكت بتاعه عبارة عن مكت أو سجاد ممتلئ بالدماء والماء. بقى حضراتكم وأنا ماشي الشراب الحذاء بتاعي والشراب والتلت التحتاني من البنطلون كله عبارة عن دماء وماء، وهذا كان شأن كل اللي موجودين بالمسجد في هذا الوقت. وكنا بنحاول خطيبنا الطب الشرعي، خطيبنا الطب الشرعي ممثل في مسرحية زينهم، خطيبنا مديرية الأمن عن طريق أحد المعارف اللي هم يعرفون، خطيبنا كل من نستطيع أن احنا نعرفه، يا جماعة عاوزين طريقة علشان نخلى هذه الجثث، لأن لو باتت هيبقى في مشكلة، هيبدأ الجثث تتحلل وهيبدأ يبقى في مشكلة. استطعنا في النهاية أن احنا نصل إلى الآتي، أن احنا يجي لنا 2 مفتشين صحة يجوا عندنا المسجد، بالإضافة إلى التقرير اللي النقابة هنا عملته كتقرير سبب للوفاة، ونستطيع من خلال هذا الأمر أن احنا نخرج تصريح وفاة، وهذا الأمر يستطيع أنه يحافظ على نسبة من حق من من إيه من حق من من حق هؤلاء الضحايا. الطبيبين اللي هم بتوع الصحة قعدوا معانا لغاية الساعة 9 بالعافية، يعني قعدوا معانا غصب عنهم لغاية الساعة 9 بالعافية. بقي عندنا بعد ما وثقهم معظم أو بعد ما عملوا تصريح وفاة لمعظم الناس اللي موجودة، بقى فضل عندنا جثث مجهولة اللي هي كان منها حوالي 41 جثة متفحمة زي ما حضراتكم شفتوه، بالإضافة إلى 9 جثث لا
اسف كنا احنا في الوقت ده استطعنا ان احنا نبدا نخاطب ناس معارف برضو يتواصلوا مع مدير الامن نقوله ان احنا يا جماعه الجثث دي لو فضلت في المسجد لبكره هتتحلل. فقالوا لنا ان احنا هننقلها لمستشفى صدر العباسيه، وبالفعل جالنا 17 عربيه اسعاف. نقلنا في كل عربيه 2، 16 نقلوا من عندنا، وفي عربيه وهي جايه لنا من 17 جابت 2 كانوا لسه مرميين في مداخل العمارات بتاعه ربع العدوي. كان لسه فيها 2، يبقى هنا نقلنا كام؟ 34 جثه. فضل موجود معانا داخل المسجد في الوقت ده 9 جثث. وبعض الجثث اللي تم استخراج تصريح دفن لها واهاليها لسه لم يتمكنوا من نقلهم بسبب ان مفيش عربيات نقل موجوده. كنا وصلنا في الوقت ده لحوالي الساعه 10 مساء. في الوقت ده لقينا الشرطه جايه وجاي قوات خاصه وضربت قنابل مسيله للدموع او قنابل غاز خارج المسجد. فقمت انا ماسك الميكروفون وخاطبت الناس اللي بره، يا جماعه احنا لسه عندنا جثث فعاوزين نخليها. ويا ريت نراعي حرمة الموت. في الوقت ده ظل برضه مفيش تفاهم بيننا وبينهم، فخرجت كلمت الضابط اللي موجود قال كله يمشي والا هتعتقل. طب الجثث اللي موجوده يا كابتن؟ قال احنا هننقلها بنفسنا. دخلت اقنع الناس اللي موجوده داخل المسجد بهذا الكلام، فلقيت في المسجد مجموعه من النساء كبيره موجوده في الصندره وقالوا احنا جايين ندور على المفقودين بتوعنا ونروح ازاي؟ احنا ما احناش من هنا. فخرجت للضابط قلت له نقلت له الكلام، قال لي مالكش ده تروح واحنا هنتصرف معاهم. وفي الوقت ده انا روحت وما اعرفش ايه اللي حصل معاهم بعد. هذا الامر بالنسبه لمسجد الامام. وبحب اكد من الروايه الطويله اللي انا رويتها دي ان عدد الشهداء اللي موجود كان عدد كبير جدا لدرجه ان بقت كل الثلاجات ممتلئه. كل الثلاجات ممتلئه وما احناش عارفين نودي الجثث فين.